البرنامج برعاية مؤسسة توكل. معك يا صاحب المجهود، معك في اللين والشدة، ومن حلمه بدون حدود بنى رغم الوجع مجدة. معك يا صاحب المجهود، معك في اللين والشدة، ومن حلمه بدون حدود بنى رغم الوجع مجدة. وما دام الأمل موجود وعزمك ما خلف وعده، بتقدر تبلغ المقصود مهما طالت المدة. وما دام الأمل موجود وعزمك ما خلف وعده، بتقدر تبلغ المقصود مهما طالت المدة. وما زال الأمل الآن ينور دربنا وأكثر، وحيثك أنت يا إنسان يكون إنجازنا أكبر. وما زال الأمل الآن ينور دربنا وأكثر، وحيثك أنت يا إنسان يكون إنجازنا أكبر. ورغم فيك ما يكفيك من قهر الزمان المر، لكننا أمنا فيك وجودك للنجاح السر. ورغم فيك ما يكفيك من قهر الزمان المر، ولكننا آمنا فيك وجودك للنجاح السر. وجودك للنجاح السر. وننسى الهم يوم راح، ننسى القهر والقسوة، ونحيي باللقاء أرواح معك خطوة على خطوة. وننسى الهم يوم راح، ننسى القهر والقسوة، ونحيي باللقاء أرواح معك خطوة على خطوة. نرمم حلمنا المكسور وننسى أيامنا المرة، ونبني بالأمان يدور ما دامت لنا قدرة. اهلا ومرحبا بكم مشاهدي بلقيس اينما كنتم داخل وخارج اليمن الى حلقه جديده من برنامج حيث الانسان في الموسم الخامس. اهلا وسهلا بالجميع. ترتدي معطفها الابيض ثم تجري خلف الصوت الذي جاء يطلب نجدتها. اسمها فردوس، وقد حفظه جميع سكان حي العيدروس في عدن، ففي مرضهم يحتاجون إليها. أيام السلم والأيام الحرب التي شهدتها المدينة الساحلية كانت حاضرة، لكن وقبل 3 سنوات كانت هي من تنادي الآخرين من تحت الأنقاض بعد أن دمرت الأمطار الغزيرة بيتها. أخرجها المنقذون من تحت أنقاض بيتها، وهناك من وعدها ذلك اليوم ببيت بديل عن من فقدت، ولكن الوعود ظلت وعوداً إلى أن وصل حيث الإنسان باحثاً عن فردوس إلى عدن. قصة الليلة.
اسمي فردوس سيف محمد زيد، عمري 65 سنة، أرملة، معايا طفل معاق كان، معايا والدتي بالبيت، وأنا كنت عيلهم. أمي توفت، بقى معايا ابني المعاق، لما عمره 12 سنة حصل له سرطان باللمعاء، توفى عليه ب 2012، وعشت أنا بعد ما ماتت أمي ومات ابني، عشت فيه بالبيت هذا. لما أنا قسيت ب 2020 فلت البيت، خرجوني من تحت الإنقاذ، وأصبحت مشردة الحين لي 3 سنين. خلقت في جبل عيدروس وفي هذا البيت وكبرت، والآن أنا عايشة أخذ عمري 65 سنة، وأنا دحين كنت عايشة في البيت، والآن بلا بيت وقاسة قبل عيدروس لأن لا موالي. هذا كل ما تبقى لفردوس من جدران منزلها الذي تذهب إليه يومياً وتقف بذكرياتها وأيام طفولتها وأفراحها. بعد ما فلت البيت حياتي تدمرت كامل، أصبحت يعني لا مأوالي، وأنا ما كنتش أتوقع إنه بيحصل لي هذا، إنني كبر السنة هذا ما لاقيش مكان أموت فيه به، يعني أموت بيوت الناس ولا أموت بالشارع، ما كنتش متوقعة هوني. قصتي دحين عايده روز من بيت لبيت، انا من نفسي اضيق، يعني اصلا احس نفسي اني يعني ثقيل على الناس، ارجع اروح للبيت الثاني واجلس هكذا 3 سنين مشردة عيالي، مش معي احد غير الله. فردوسي قارة لنا يعني من سكان حي العدروس قديما، يعني الحين بعد ما تكسر يعني بيته بسبب الامطار وده، يعني يوم تجي في عندنا في البيت، انا بيت الوالد، يوم هكذا يوم هنا يوم هنا، في انسان يعني ما تحبش ان تضغط على حد او ان تكون مثلا عبء على الناس او عشان هكذا، فتحس بعض احيان كتومه او بعض احيان منفعله بعض احيان بسبب هذا الشيء. الحمد لله ما مش مقصرين معي ولا الناس تانين، إن إنسان أسد خدومة، ويعني بأي وقت تحتاجه ما تقصر معه أبناء المنطقة بشكل عام، يعني إنسان خدومة. أنا ممرضة أو أساعد أصحاب الحي حقي كامل، يعني وأي حد يشلني بالليل أركب له دريبات أعمل له إبر أساعدهم أنا أصلا بدون أي مقابل، أصلا هذا واجبي، يعني كممرضة يعني خدمة إنسانية هي تعتبر. مصدر دخلي هو راتبي اللي هو 45,000، ولاقي 20,000 حق التعاقد، اشتري به كل العلاجات وتسلف وتشهر ورجع السلف وارجع سلف ثاني مرة، وعلى هذا الرحيل. أبواب عديدة طرقتها فردوس التي تعمل في تقديم الخدمات الصحية بالمستشفى الجمهوري، لكنها لم تجد من يجيب على صوتها، ولم تعثر على من يقف جوارها غير جيرانها الذين حاولوا بناء منزل صغير لها، لكن الإمكانات حالت دون ذلك. والله كان البيت مهجور، حتى الحيوانات ما تقسموش، بس أني قسيت فيه، مع أنه هو المأوى حقي، ماش معي أحد أروح عنده قاله، وصابر على هذا بحكم الله، الله أرادني هكذا أصلاً، لا اعتراض على حكم الله. أنا ما كانش إنني أقوم صاحية، استودع نفسي وأنام، لما أقوم الساعة 5 أصلي الفجر أحمد الله إنني عايشة، إنه ما فلتش فوق السقف يومياً على هذا الرحيل، هذه حياتي لما انفلت البيت. Thank you.
هذه الصور هي كل ما تبقى لها من أفراد أسرتها الذين غادروا الحياة قبل أن يعرفوا ما سيحل بها حين فقدت بيتاً بنته أيام سعدها. ويوم الثلاثاء 22 من نوفمبر 2022 اخترنا طريقة مختلفة للحديث مع فردوس وإيصال رسالة إليها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام الخالة فردوس. أيوة حبيبي الله يحفظك. معكي هناء صالح من برنامج حياة الإنسان. أهلا وسهلا حبيبي. أهلا وسهلا فيكم. إحنا سمعنا طبعا عنك وكيف أنت كصحتي ونطبع أجل أولادك، كيف كنتي بطلة يعني، وأنت فعلا تستحقي كل التقدير والاحترام. شكرا. عشان كده إحنا قررنا في حياة الإنسان عبر مؤسسة توكل كرمان إنه نبني لك بيت جديد ونشتري أثاث كامل. يا الله يا الله. مع الطاقة الشمسية. الله بحفظكم، الله بحفظكم، الله بحفظكم. اللهم لك الحمد والشكر يا رب. اللهم لك الحمد والشكر يا رب. جزاكم الله ألف خير، جزاكم الله ألف خير. أنت تستاهلي كل الاحترام والتقدير، وإحنا نشكرك إن أنت سمحتي لنا إن إحنا نكافئك على أقوالك وعلى كفاحك، وأنت مثال للمرأة اليمنية مكافحة. فشكرا جزيلا لك يا خالة فردوس، ويعطيك ألف عافية. الله يعافيكم، الله يعافيكم وفقكم ربي يا رب. زي ما بتستروني الله بيستركم يا رب. جزاك الله ألف خير. شعور ما يوصفش، ما كنتش أتوقع شعور، يعني كأنه نحلم، كأنه حلم مش حقيقة. الله بيستر عليكم دنيا وآخرة يا رب يا رب يا رب. لساني عاجز عن الكلام، ما أقدرش هذا. بعد 3 أعوام من انهيار منزلها وصل العمال إلى موقع البيت الذي فقدته فردوس وبدأوا العمل. صاحب المجهود معك في اللين والشدة ومن حلمه بدون حدود. تم وضع مخطط هندسي يتناسب مع المساحة التي كان يتواجد عليها المنزل السابق. بتقدر تبلغ المقصود مهما طالت المدة. وما زال الأمل للآن ينور دربنا واشتر، حيثك أنت يا إنسان يكون إنجازنا أكبر. وما زال الأمل الآن ينور دربنا وأكثر، وحيثك أنت يا إنسان يكون إنجازنا أكبر. ورغم فيك ما يكفيك من قهر الزمان المر، لكننا أمنا فيك وجودك للنجاح السر. ورغم فيك ما يكفيك من قهر الزمان المر، لكننا آمنا فيك وجودك للنجاح السر. وجودك للنجاح السر. وننسى الهم يوم راح، ننسى القهر والقسوه، ونحيي باللقاء أرواح معك خطوة على خطوة. وننسى الهم يوم راح، ننسى القهر والقسوة، ونحيي باللقاء أرواح معك خطوة على خطوة. نرمم حلمنا المكسور وننسى أيامنا المرة، ونبني بالأمان يدور ما دامت لنا قدرة. نرمم حلمنا المكسور وننسى أيامنا المرة، ونبني بالأمان يدور ما دامت. استغرق بناء المنزل عدة أسابيع، وكان الجزء الأصعب هو إيصال مواد البناء إلى المكان المرتفع حيث يقام المنزل.
تم توفير الأجهزة المنزلية التي تناسب المناطق الحارة وتجعل البيت لائقاً لتنسى ما حل بها فردوس وتذهب لتقديم العون لمن يحتاجه. يحل يوم سعيد في منطقة العيدروس، حيث يستعد سكان الحي لرؤية فرحة جارتهم وهي تعود إلى منزل حاول حيث الإنسان جعله عوضاً عن بيتها السابق. وقد أحبت أن ترتدي لباسها الخاص بتقديم الخدمات الصحية، وهي تحمل مفتاح بيت جديد صار اليوم ملاذها ومصدر أمانها الدائم. وقد تغيرت نظرة الشفقة في أعين الحاضرين إلى نظرة فرح. شعور صف تعقد على لساني اني اتكلم، يعني شعوري ما كنتش اتوقع انه بيحصل لي هكذا. اللهم لك الحمد والشكر. والله الحمد لله رب العالمين. اول كسب الشارع عند الناس من بيت لابد، الحين يا سبيتي معي باب تبند عليها الحمد لله. الناس قالت يعني بيت مهجور، يعني كان بيتي مهجور آل السقوط يعني من قبل وعايشة فيه، يعني الحمد لله رب العالمين. ربي عوضني البيت، يعني ما كانش حلم فيه به بصراحة. والله بيت يعني ما كانش توقع انه بيحصل انه معي بيت املك هكذا ابدا. مثلما كان عام 2020 تاريخا مهما بالنسبة لفردوس، يصبح هذا العام تاريخا مختلفا تماما، ففيه استعادت البيت الذي خسرته وفيه اجتمع جيرانها في منزلها ليشاركوها الفرحة وهي تودع أوقاتا عصيبة، لحظات يصعب نسيانها أو تجاوزها لمن عاشها أو حتى شاهدها فقط هذه الليلة. الآن مشاهدينا الكرام، شكرا طبعا لإيمان قدسي مترجمة لغة الإشارة التي ترافقنا كل ليلة في حيث الإنسان. الآن قبل أن نبدأ باستقبال اتصالاتكم، نتعرف فقط، أجلنا السحب على سؤال الفيسبوك، سؤال البث المباشر في حلقة أمس لظرف تقني لم نتمكن من إجراء القرعة في الأمس. الآن سنجري القرعة لنتعرف على الفائز بسؤال أمس للبث المباشر للحلقة الثانية. نتعرف على الفائز، ومبروك مقدما 50,000 ريال للفائز.
إذا مبروك للفائز، ظاهر على الشاشة 50,000 ريال الجائزة المقدمة. أنا الصورة مش واضح عندي، ما أشوفش بيبو السوادي. مبروك لك 50,000 ريال للفائز. الآن نعرض لكم سؤال الفيسبوك لحلقة اليوم، بإمكانكم الإجابة على هذا السؤال في البث المباشر الآن، وسنجري في نهاية الحلقة السحب ونتعرف على الفائز أيضا وجائزته 50,000 ريال. والسؤال يقول: ما اسم الحي الذي تسكن فيه بطلة قصتنا الليلة؟ الاختيارات: 1 حي التواهي، 2 حي خور مكسر، 3 حي العيدروس. نهاية الحلقة نتعرف على الفائز والجائزة 50,000 ريال، فقط أرسلوا رقم الإجابة 1 أو 2 أو 3. هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمال. الآن مباشرة نبدأ معكم باستقبال الاتصالات. لدينا 10 أسئلة من قصة الليلة وعشر جوائز، قيمة كل جائزة 100,000 ريال. أول اتصال. ألو. ألو. أيوة، السلام عليكم. وعليكم السلام، من معنا؟ عبد الرقم الاصبحي. من أي محافظة؟ من صنعاء. من صنعاء، أهلا وسهلا. تابعت قصة اليوم؟ أيوة. طيب، مستعد للمسابقة؟ نشوف سؤالك على الشاشة وأتمنى لك حظ موفق. السؤال: ما هي السنة التي دمر فيها منزل بطلة قصة الليلة؟ هل في العام 2021 ولا 2022 ولا 2023؟ 2020. الاختيار الثاني، ثبت على الاختيار الثاني. وإجابتك صحيحة، مبروك لك 100,000 ريال. شكرا لك. شكرا لك. اتصال آخر. ألو. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام، من معنا؟ معك محمد عبدو. محمد، من أي محافظة محمد؟ من تعز الحوبان. من تعز الحوبان، مستعد للمسابقة؟ تابعت القصة؟ نعم تابعتها. وإيش اللي لفت انتباهك في قصة اليوم؟ والله الجوش والمنزل حقا. طيب، السؤال يا محمد: ما سبب انهيار المنزل؟ 1 الأمطار، 2 الحرب، 3 الزلزال. الأمطار. الأمطار الاختيار الأول، نثبت على الاختيار الأول. وإجابتك صحيحة، مبروك لك 100,000 ريال. الله يبارك فيك. شكرا لك. شكرا لك. ترفع الصوت شوي عندي بس. تمام. اتصال آخر. ألو. عادي أو بالإربيز، لأنه البرنامج يعتمد على الصوت. ألو. 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 السلام عليكم. وعليكم السلام، من معنا؟ صابرين. خالد الضبيع. صابرين، من أي محافظة؟ صابرين. خالد من صنعاء. اهلا وسهلا يا صابرين، تابعت قصة اليوم يا صابرين؟ ايوه. ما رايك بالقصة؟ يا صابرين. ايوه. الو، اسمعيني من التليفون. طيب صابرين، نتابع سؤالك على الشاشة. والسؤال يقول: متى توفي نجل فردوس؟ كان معها ابنها وحيد، متى توفي؟ هل في عام 2010 ولا 2012 ولا 2013؟ 2012. الاختيار الثاني. وصابرين تابعت القصة، مبروك لك، إجابة صحيحة، مبروك لك 100,000 ريال. يلا مبروك. شكرا جزيلا. اتصال آخر. ألو. ألو. مبروك صابرين. ألو. ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. من معنا؟ محمد هاي. محمد من أي محافظة يا محمد؟ من الضالع. من الضالع، تابعت قصة اليوم؟ أيوة نعم. مستعد للمسابقة؟ أيوة. طيب يلا نشوف السؤال على الشاشة، وسؤالك أيضا قيمته 100,000 ريال. ما المجال الذي تعمل فيه فردوس؟ هل الهندسة الاختيار الأول، أو الاختيار الثاني التجارة، أو التمريض الاختيار الثالث؟ التمريض. التمريض. نثبت على الاختيار الثالث. نثبت على الاختيار الثالث. إجابتك صحيحة، مبروك لك 100,000 ريال. يلا مبروك. الفرحة هي حاضرة في البيوت، لكن ينقصنا شباب فرحة هنا في الاستوديو. اتصال آخر. ألو. 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 هيا مرحبا. أهلا وسهلا، من معنا؟ صدام حسين موسى العمري. أهلا يا صدام. صدام العمري من أي محافظة؟ محافظة الضالع قعطبة مريس. من الضالع قعطبة مريس. أهلا وسهلا. تابعت قصة اليوم؟ تابعت الفيلم في قصة اليوم الحلقة؟ اليوم ماشي عندنا كهرب. ما فيش كهرب. طيب إن شاء الله يكون لك حظ تفوز بالجائزة. السؤال، كم يبلغ الراتب الذي تتقاضاه فردوس؟ هل 45,000 ولا 55,000 ولا 85,000؟ كم الراتب؟ كم راتب فردوس؟ كم راتبها؟ 45,000 ولا 55 ولا 85؟ راتب من؟ راتب. كم راتب بطلة القصة اليوم؟ كنا نتكلم على قصة فردوس في عدن. كم راتبها؟ كم كان راتبها؟ 45,000 ولا 55,000 ولا 85؟ 45. 45 الاختيار الأول. نثبت. إجابة صحيحة، مبروك لك 100,000 ريال. يلا شكرا جزيلا لك. شكرا لك. اتصال آخر. ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام، من معنا؟ حنان محمد. حنان من أي محافظة يا حنان؟ من عدن. من عدن، تابعت قصة اليوم؟ أيوة. هي كانت من عدن أيضا. من أي حارة كانت بطلة القصة اليوم؟ من حافة إيش؟ من اسم الحارة كانت. في أي حافة؟ لحظة عليه. حافة، في عدن يقولوا حافة ولا حارة؟ من أي حافة؟ من حي عيدروس. من حي طيب العيدروس حافة ولا حي ولا حارة؟ إيش يسموه؟ في عدن إيش المسمى؟ حارة ولا طيب لحظة. طيب اسمعي، أنت لم من فين في عدن؟ من حارة هي ولا من؟ أنتم من فين يا حنان؟ حنان من دار سعد. من دار سعد. دار سعد إيش يقولوا؟ حارة دار سعد ولا حي دار سعد ولا حافة دار سعد؟ حي دار سعد. شباب مستعجل، نروح للسؤال يلا. متى اكتشفت مرض ابنها فردوس؟ 3 أشهر ولا سنة ولا سنتين؟ ممكن تغير السؤال؟ نغير السؤال. تابعتم القصة؟ ها؟ تابعت القصة؟ أيوة. طيب كم كان عمر ابنها عندما توفي؟ لما مات كم كان عمره؟ لما توفى الله يرحمه 12 سنة ولا 5 سنوات ولا 3 سنوات؟ 12 سنة. 12 سنة الاختيار الأول، نثبت عليه والإجابة صحيحة، مبروك 100,000 ريال لك يا حنان من عدن. شكرا. يلا عفوا، مبروك 100,000 ريال أيضا لحنان من عدن. إلى حد الآن 6 فائزين تقريبا معنا في برنامج حيث الإنسان، 6 أسئلة، باقي معنا 4 أسئلة و4 فرص للفوز ب 100,000 ريال، وأيضا هناك فرص أخرى عبر تليجرام ويوتيوب وفيسبوك. اتصال آخر. ألو. ألو. الآن نروح نختار الفائز بالتليجرام. طيب نشوف، طرحنا سؤال أمس طبعا، لدينا 3 فائزين
نجري القرعة لنتعرف على أول فائز عن سؤال حلقة أمس، ومبروك لأول فائز معنا. مبروك للفائز صاحب الحظ السعيد، أول 100,000 ريال لصاحب الرقم 967-770-681-407. إذن مبروك لأول فائز معنا وجائزته 100,000 ريال. نختار الآن الفائز الثاني أيضا، وقيمة الجائزة أيضا 100,000 ريال. أنا أضغط بس ما فيش. تمام، إذن مبروك لصاحب الرقم الثاني 7-1-7-8-1-4-6-4-0. مبروك إذن للفائز صاحب الرقم الظاهر على الشاشة وأيضا هو الفائز الثاني. نختار الآن الفائز الثالث. طيب أنا ضاغط ضغطة واحدة أشوفه بس تتأخر يمكن. طيب مبروك للفائز صاحب الرقم 7-3-8-9-1-1-3-8-6. طيب إذن مبروك للفائزين الثلاثة. هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمال. كنت أجرب بس الأيباد. طيب مبروك إذن للفائزين الثلاثة، واليوم أيضا سيكون لدينا سؤال في التليجرام من قصة الليلة، وستكون لديكم أيضا ثلاث فرص للفوز. لدينا اتصال. ألو. 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 السلام عليكم، من معنا؟ عبد الله حسين. من؟ مراد حسين أحمد. من أي محافظة؟ محافظة شبوة. من محافظة؟ محافظة شبوة. من شبوة، أهلا وسهلا. طيب لو تسمع لي من التليفون توطي صوت التلفزيون لو سمحت شوية عشان التأخير اللي في الصوت. طيب تابعت القصة، قصة اليوم؟ ما تابعت؟ طيب تابعت جزء منها إن شاء الله. السؤال يكون من الجزء اللي تابعته، والسؤال يقول كم كان عمر ابن فردوس عندما اكتشفت مرضه؟ هل كان عمره 3 أشهر ولا سنة ولا سنتين؟ كم؟ كم كان عمر الطفل؟ غير السؤال. نغير السؤال. طيب اسمعني من التليفون لو سمحت. أنا سمعت من التليفون. طيب ما الذي وفره حيث الإنسان لفردوس؟ ما الذي قدمه البرنامج لفردوس؟ هل منزل كامل التأثيث ولا أثاث فقط أو نوافذ فقط؟ منزل كامل التأثيث. منزل كامل التأثيث. نثبت على الاختيار الأول. إجابتك صحيحة ومبروك لك 100,000 ريال. شكرا جزيلا. شكرا. هذه معاناة عندما نسمعنا من التليفون لأنه في تأخير في الصوت يعني من التلفزيون. طيب اتصال آخر. ألو. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام، من معنا؟ عمران سعيد. عمران. أيوة. عمران من محافظة تعز، أهلا وسهلا بك يا عمران. تابعت القصة؟ أيوة أيوة تابعتها. مستعد للمسابقة؟ إن شاء الله. إن شاء الله. السؤال يا عمران، كم كان عمر ابن فردوس عندما اكتشفت مرضه؟ هل 3 أشهر أو سنة ولا سنتين؟ والله سنتين. وانت أنت تابعت القصة؟ أيوة أيوة تابعتها. ألو. أيوة. أقول لك غير السؤال لو سمحت. طيب قبل غير السؤال أنا شي تأكد من اسمك بس، لأن الزملاء في الكنترول يقولون أنك قلت لهم اسمك إبراهيم ولن على الهواء تقول اسمك. لا. عمران. إيش اسمك الصحيح؟ لا لا، عمران تعز محمد عثمان. عمران تعز. عمران تعز محمد عثمان. تعز تعز اسم الوالد.
أبوك اسمه تعز. يا عمران. ألو. أيوة عمران، ادي لي اسمك يا عمران ثاني مرة بس عشان الحوالة لو فزت. اسمك؟ عمران سعيد. عمران تعز. أبوك اسمه تعز؟ سعيد. سعيد. أنا من تعز. ها عمران سعيد. عمران سعيد. تمام تمام. عمران سعيد. تمام يا عمران. نغير السؤال يلا. أيوة. نغير السؤال. يا عمران السؤال، من شارك فردوس في عملنا لها حفلة لما تسلمت المنزل، من اللي شاركها في الاحتفال؟ هل السلطة المحلية ولا الجيران ولا الأقارب؟ الجيران. الجيران، نثبت على الجيران الاختيار الثاني والإجابة صحيحة. مبروك لك 100,000 ريال يا عمران. الله يبارك فيك. يلا شكرا جزيلا لك يا عمران، مبروك لك الجائزة. اتصال. طيب نذكر بالتصويت الحاصل على أفضل مشروع. لدينا فقرة جديدة في حيث الإنسان، هي التصويت على مشروع من المشاريع السابقة، وسنتعرف على المشروع الفائز يوم الجمعة إن شاء الله، وسيحظى بدعم قدره 1,000,000 ريال. نتابع. احنا من أول كنا نعاني، احنا أولادنا وأولاد أبنائنا في القرية كانوا يمشون مسافة 2 كيلو إلى القوز المغرب يعني مشان مراحل التعليم. قامت الست فاطمة ودرست الأولاد في مدرسة في عشة معنا هنا، حتى جاء صاحب الخير سبحان الله وأنقذنا من هذا، وجاتنا اللفتة الكريمة من قناة بلقيس وعملت لنا هذه المدرسة، انقذتها قبل سنتين لنا ندرس فيها. وإحنا نشكر كل من ساهم ودعم يعني في تعليم أبنائنا في القرية حقنا في مسويد. نتمنى منهم الدعم واللفتة الكريمة حتى نعلم جيل، يعني جيل يعني متسلح بالعلم. أنا واحد من المتدربين في هذه الورشة، ورشة الأمل. يعني إذا حدثنا عن السابق كان لا يوجد لدينا مهن غير المهن المعتادة على المعتادين نحن عليها مثل السابق، وبفضل الله عز وجل بمنه وكرمه وبفضل برنامج حيث الإنسان، مشروع ورشة حدادة وألمنيوم لتدريب الأسر الأشد فقرا في محافظة تعز والمهمشين. واليوم نحن سعداء بهذه المهن الجديدة التي بإذن الله عز وجل سوف تغير حياتنا المستقبلية. نحن اليوم جاهزين بكل الجاهزية، منتظرين فقط الخطوة التالية التي بسببها ينجح مشروعنا ويتوسع ونكون للأفضل بإذن الله عز وجل. كان الدراسة فقط دراسة نظرية في القسم، لا يوجد أي تطبيق عملي للدراسة، فتم وضع التصور للمشروع وعرضه على برنامج حيث الإنسان، وتم بحمد الله افتتاح المعمل والمتحف الأول في مدينة مأرب. استفاد طلاب القسم بشكل كامل من سنة أولى إلى سنة رابعة من تواجد المتحف والأدوات والآليات المتواجدة فيه، كي يكون العملية التعليمية عملية تطبيقية ليست نظرية فقط. فكان المشروع ناجح جداً بحيث وجدت بعض اللقى الأثرية وتم الاحتفاظ بها بداخل المتحف، ووجدت أيضاً بعض اللقى الأثرية التي يتم عليها التطبيق في المعمل لكيفية الحفاظ عليها ووضعها في مكان أمين. إذن من جديد عدنا لكم في استقبال الاتصالات المباشرة في برنامج حيث الإنسان والجوائز اليومية. لدينا اتصال. ألو.
الو. الو السلام عليكم. السلام. من معنا؟ الو. ايوه من معي؟ هيثم تمام. هيثم. ايوه معك ماجد. ماجد من اي محافظة؟ من سامع. من سامع، اهلا وسهلا. تابعت قصة اليوم؟ تابعت القصة؟ ايوه. طيب نشوف السؤال على الشاشة. سؤالك يقول: كم كان عمر، متى اكتشفت مرض ابنها فردوس بطلة قصة اليوم؟ متى اكتشفت المرض؟ هل عمره 3 أشهر ولا سنة ولا سنتين؟ طيب نغير السؤال. السؤال البديل: ما اسم الحي الذي تسكنه فردوس؟ هل حي العيدروس ولا حي التواهي ولا خور مكسر؟ حي العيدروس. حي العيدروس. نثبت على الاختيار الأول والإجابة صحيحة. مبروك لك 100,000 ريال. إجابة صحيحة، حي العيدروس هي الإجابة الصحيحة. طيب الآن يعني باقي معنا سؤال. هذا السؤال الكل طالب أنه يغير السؤال. إن شاء الله المتصل الآن يعرف الإجابة ويفوز 100,000 ريال. لدينا اتصال. ألو. ألو. ألو من معنا؟ أيوة أسمعك. أيوة من معي؟ من؟ من معنا؟ سفيان. من أي محافظة يا سفيان؟ من فين يا سفيان؟ من سعدة. من سعدة، أهلا وسهلا يا سفيان. تابعت القصة يا سفيان؟ أيوه. طيب مستعد للسؤال؟ وهذا السؤال غيرناه أكثر من مرة، إن شاء الله تعرف تجاوب يا سفيان. كم كان عمر ابن فردوس عندما اكتشفت أنه مريض؟ هل كان عمره 3 أشهر ولا سنة ولا سنتين؟ سنتين. لا غير. سنة. طيب نساعدك نغير السؤال. طيب ايش نعمل؟ طيب فقدنا الاتصال. طيب يلا تمام. اتصال اخر. الو. ما فيش اتصال. باقي معنا سؤال من امس، سؤال من اليوم، سؤال من اليوم، سؤال من امس. انا عادد الاسئله، باقي جائزه امس وباقي جائزه اليوم. تمام. طيب طيب نشوف لو في اتصال على ما نرجع ونذكر بآلية المشاركة. نحاول يا شباب. تمام. طيب نروح للتذكير بآلية المشاركة في البرنامج. آلية المشاركة في برنامج حيث الإنسان الموسم الخامس. كل ما عليك هو تحميل تطبيق التليجرام وكتابة عبارة حيث الإنسان داخل التطبيق، ثم الضغط على أيقونة حيث الإنسان. سوف يظهر لك التالي: نظام يمكن المتسابقين من المشاركة في المسابقة. قم بالضغط على زر ستارت. للمشاركة في المسابقة سيطلب منك التطبيق الموافقة على مشاركة رقم الهاتف نعم أو لا. اختر نعم لاستكمال خطوات المسابقة. بعد ذلك ستظهر لك 4 خيارات. قم بالضغط على خيار سؤال حلقة اليوم. ستتمكن من الاطلاع على سؤال وفيديو الحلقة، وعند الانتهاء من المشاهدة اختر رقم الإجابة الصحيحة الظاهرة في الأسفل. بعد ذلك ستظهر لك عبارة تم تسجيل مشاركتك ودخولك في السحب على جوائز البرنامج. للوصول إلى مسابقة حيث الإنسان على التليجرام يمكنك مسح QR كود التالي. حظاً موفقاً.
إذا عدنا معكم من جديد في حيث الإنسان في اتصال ولا نروح لليوتيوب يا شباب؟ طيب نروح للتعرف على الفائزين معنا عن سؤال اليوتيوب في حلقة أمس. المطفل ممكن مبروك 50,000 ريال. مبروك للفائز الثاني أيضا 50,000 ريال. نايف ثابت، إذا مبروك للفائزين الاثنين 50,000 ريال لكل فائز. طيب الآن معنا اتصال أخير. ألو. أيوة. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. من معنا؟ بسام قاعد محمد. يا بسام كم عمرك؟ كم عمرك؟ 14. أنت عارف يا بسام إن أنا صممت قلت لازم يجيبوا اتصال وطلع الاتصال حظك. كيف؟ ثابت. تمام. أيوة. بس من أي محافظة أنت؟ من تعز. من تعز. تابعت الفيلم يا بسام؟ رسام. اسمك رسام؟ أيوة. يلا يا رسام. رسام جاوب هذا السؤال تفوز بمئة ألف. تمام. طيب. يلا كم كان عمر ابن فردوس عندما اكتشفت أنه مريض؟ كم؟ 3 أشهر ولا سنة ولا سنتين؟ كم؟ أيوة. تمام. كم؟ 3 أشهر ولا سنة ولا سنتين؟ ثلاثة. ها؟ أيوة. تمام قد جاوبت. كم؟ ثلاثة أشهر. أيوة ثلاثة. أنتم من تتابع يا بسام؟ من يتفرج معك؟ من الشاشة. أيوة أنا دانك تفرج من الشاشة، بس من اللي جالس جنبك؟ من اللي معك؟ والله أخي. أخوك. أيوة أخوك. أنت وأخوك بس لوحدكم؟ أيوة. إيش بتعمل بالمئة الألف يا رسام لو فزت؟ دانسي. ها؟ دانسي. يلا يلا اخترت 3 أشهر. نثبت على 3 أشهر. إجابتك صحيحة، مبروك 100,000 ريال يا رسام. يلا مبروك 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 الرسام، رزقك يا رسام. يلا تحياتي لك وللأسرة، مبروك لكم 100,000 ريال. وصلنا الآن نتعرف على سؤال التليجرام لحلقة اليوم، بإمكانكم الإجابة على هذا السؤال والفوز بثلاث جوائز، قيمة كل جائزة 100,000 ريال. السؤال يقول: متى تم إبلاغ فردوس ببناء منزل لها؟ طاقم البرنامج متى أبلغها؟ هل في 22 نوفمبر ولا 25 نوفمبر ولا 20 نوفمبر؟ أرسل رقم الإجابة التي تعتقد أنها صحيحة، 1 أو 2 أو 3. هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمال. تقريبا وصلنا إلى ختام الحلقة، الآن نتعرف على الفائز بسؤال البث المباشر على فيسبوك ولديه جائزة 50,000 ريال. نتعرف على الفائز معنا، نشوف الفائز. مبروك لصاحب الحظ السعيد معنا اليوم في سؤال البث المباشر على فيسبوك،
عبدو إبراهيم، مبروك لك يا عبدو، 50,000 ريال يمني. إذن وصلنا معكم إلى ختام حلقة الليلة من حيث الإنسان في الموسم الخامس. غدا موعد جديد، نلقاكم في نفس الزمان والمكان 9 مساء على شاشة بلقيس، في أمان الله. صاحب المجهود معك في اللين والشدة، ومن حلمه بدون حدود بنى رغم الوجع مجدة. معك يا صاحب المجهود معك في اللين والشدة، ومن حلمه بدون حدود بنى رغم الوجع مجدة. وما دام الأمل موجود وعزمك ما خلف وعده، بتقدر تبلغ المقصود مهما طالت المدة. وما دام بتقدر تبلغ المقصود مهما طالت المدة. وما زال الأمل الآن ينور دربنا واكثر، حيثك أنت يا إنسان يكون إنجازنا أكبر. وما زال الأمل الآن ينور دربنا وأكثر، وحيثك أنت يا إنسان يكون إنجازنا أكبر. ورغم فيك ما يكفيك من قهر الزمان المر، لكننا أمنا فيك وجودك للنجاة حسر. ورغم فيك ما يكفيك من قهر الزمان المر، لكننا آمنا فيك وجودك للنجاة حسر. وجودك للنجاة حسر. وننسى الهم يوم راح، ننسى القهر والقسوة، ونحيي باللقاء أرواح معك خطوة على خطوة. وننسى الهم يوم راح، ننسى القهر والقسوة، ونحيي باللقاء أرواح معك خطوة على خطوة. نرمم حلمنا المكسور وننسى أيامنا المرة، ونبني بالأماني دور ما دامت لنا قدرة. نرمم حلمنا المكسور وننسى أيامنا المرة، ونبني هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كريم.